السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بجدرانها الحديدية باتجاه منطقة الشرق الأوسط وتحديدا باتجاه إسرائيل وقطاع غزة، وهذا كله نشر بتفاصيل مثيرة للغاية في 24 ساعة الماضية من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. وكالة رويترز أيضا نقلت هذه المعلومات والتي تحدثت بشكل واضح بأن كان هنالك اجتماعا ونقاشا كبيرا بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والرئيس الأمريكي جو بايدن مع التصعيد الذي يأتي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، واتفقوا على الدفع بالمزيد من القوات والأنظمة الأمريكية المتقدمة للغاية إلى المنطقة. وبالتالي الاتفاق هو نص مباشرة، وجاء القرار مباشرة من وزير الدفاع الأمريكي بنشر منظومة الباتريوت، كتائب من منظومة الباتريوت كما نشر من وزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى منظومات الثاد والإنتلي تايمز كانت قد أكدت بأن هذه المنظومات ستكون حاضرة في الداخل الإسرائيلي. ولكن أيضا من الخطاب ومن البيان الصادر من وزارة الدفاع الأمريكية يوضح بأن الانتشار سيكون في منطقة الشرق الأوسط، بالتالي ممكن أن تنتشر ليس فقط في إسرائيل وتنتشر في عدد من المناطق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الأمر أيضا يطال حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في البحر المتوسط مثل جيرالد فورد ودوايت آيزنهاور التي تأتي طبعا على سواحل قطاع غزة وإسرائيل. القرار يأتي بإعادة توجيه دوايت آيزنهاور التي وصلت مؤخرا إلى البحر المتوسط وأعطى أوامرا بتوجيهها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، أي بما معنى بأنها ستتجه من قناة السويس إلى البحر الأحمر مباشرة لتنتشر هنا في بحر العرب وباتجاه خليج عمان تحديدا، بحسب المصدر الخاص الذي أبلغنا بأنها ستكون متواجدة في هذه المنطقة تقريبا، هي والمدمرات طبعا الأمريكية المرافقة لها في هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك من الأوامر جاءت الأمريكية هي إرسال المزيد من القوات الأمريكية البرية. لم يوضحوا أين ستنتشر هذه القوات، ولكن قالوا بأنها جاهزة ومستعدة لعملية الانتشار في حالة الحاجة والتصعيد بشكل أكبر. لا بل أبدأ استعداده وزير الدفاع الأمريكي من خلال هذا البيان الرسمي بزيادة وإرسال المزيد والمزيد من القوات الأمريكية إلى هذه المنطقة، وهذا طبعا كله يأتي بعد التصعيد الكبير القادم من الفصائل المسلحة الموالية أو المقربة من إيران الموجودة في العراق والموجودة كذلك في سوريا، والتي تستهدف بشكل مباشر القواعد التي تتواجد فيها طبعا ويتواجد فيها مستشاري التحالف الدولي في العراق. في قاعدة عين الأسد تضرب يوميا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وحتى في أربيل قاعدة الحرير مطار أربيل بالقرب منه هنالك أيضا موقعا يتواجد فيه مستشاري التحالف الدولي بشكل يومي، هو يستهدف. قاعدة التنف، قاعدة كذلك كونيكو إلى شرق نهر الفرات، كلها تستهدف بشكل يومي. بالإضافة إلى ذلك والمفاجأة هي قادمة من جماعة الحوثي الذين قاموا بهجوم مثير للغاية ب 15 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى 4 صواريخ كروز. قالت التفاصيل الأسوشيتد بريس والمصادر الأمريكية بأنها انطلقت عبر البحر الأحمر وكانت متجهة مباشرة عبر خليج العقبة إلى إيلات لتقوم بتوجيه ضربة مباشرة إلى العمق الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن هنالك سفنا إسرائيلية أيضا كان من الممكن أن تكون هي المستهدفة من خلال هذا أو هذه الطائرات المسيرة والصواريخ. وطبعا المثير للأمر بأن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأن كان لديها معلومات استخبارية عن تصعيد محتمل من جماعة الحوثي باتجاه العمق الإسرائيلي، وقد قاموا في 18 من أكتوبر إرسال المدمرة الأمريكية USS كارني لتدخل من طبعا قناة السويس مباشرة لتدخل البحر الأحمر في 19 من أكتوبر وتتواجد طبعا بالقرب، وكانت لها حركة بالقرب تقريبا من جدة، وجاءت هذه الطائرات المسيرة فعلا وهذه الصواريخ لتتمكن من عملية إسقاطها بالكامل بهذا الشكل، وأسقطتها دون وصول هذه الطائرات والصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي. وكان هنالك تسجيلا على القمر الصناعي ليو اس اس كارني على واقع الأرض لنرى يعني كيف هذه الحركة جاءت بالنسبة للولايات المتحدة ولهذه المدمرة. لاحظ بأنها في 18 من أكتوبر كانت في بوابة وعلى مدخل
قناة السويس وتلاحظ كيف أنها دخلت، وهنا في 19 من أكتوبر بالتوقيتات كيف أنها تحركت بسرعة كبيرة في هذه المنطقة، ومرشح بأن هذه النقطة باللون الأحمر هي نقطة تصدي هذه المدمرة الأمريكية لما جاء من طريقة من طائرات مسيرة ومن صواريخ كروز، وتمكنت من عملية التصدي بهذا الشكل. وهذا هو الأمر الذي جعلنا نرى الانتشار الأمريكي الذي نتحدث عنه على مستوى حاملات الطائرات أو حتى القوات الإضافية أو حتى المنظومات، إن كانت منظومة الثاد أو منظومة الباتريوت في هذه المنطقة. ومن طبيعة الانتشار الأمريكي عندما نلقي نظرة على هذا الانتشار فإننا نلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو بشكل واضح بأنها تستعد لأمر كبير في هذه المنطقة سيكون موجها ضد الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة، لأن انتشارهم أساسا في المنطقة لم يأتي بردع لهذه الأطراف من مسألة التصعيد رغم الوجود الأمريكي الكبير. وبالتالي تلاحظ بأن الولايات المتحدة يبدو بأنها تعد لشيء كبير في هذه المنطقة لتوجه رسالة واضحة للفصائل وحتى للجانب الإيراني بأنهم حاضرون ومستعدون للدفاع عن حلفائهم في هذه المنطقة. وواحدة من المؤشرات الكبيرة لهذا الحدث الذي نتحدث عنه وللفعل الأمريكية المرتقب في هذه المنطقة هي البعثات الدبلوماسية الأمريكية. أتحدث هنا عن السفارة الأمريكية الموجودة في بغداد والسفارات الأمريكية في المنطقة بشكل عام، فبمصدر خاص تحصلنا عليه هنا في قناة التغيير الفضائية تحدث بشكل واضح بأن هنالك تخفيضا للبعثات الدبلوماسية الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها طبعا العراق بنسبة 50%، ولم يبقوا إلا الأساسيين من الموظفين في السفارات الأمريكية وتحديدا فيما يأتي لبغداد. و هذا هو واحد من أكبر الأدلة بأن هنالك تحضير لفعل كبير في هذه المنطقة ولحدث كبير، وكذلك يهيئون لردة الفعل القادمة إن كانت من إيران مباشرة أو من فصائلها المسلحة في هذه المنطقة. لا بل كانت هنالك اليوم أوامرا أو طلبا واضحا جدا من الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيهم الأمريكيين الموجودين في العراق تحديدا، ممن هم موجودين من المواطنين الأمريكيين أو ممن ينوون الذهاب إلى العراق. طبعا طلبت منهم الولايات المتحدة لحظة 22 من أكتوبر أي اليوم، طلبوا منهم عدم الذهاب للعراق وبأن من هو موجود في العراق حتى من مزدوجي الجنسية يجب أن يغادر بسرعة من العراق لأنه معرض إلى كل شيء، إلى الخطف، إلى الأعمال الإرهابية وغيرها. وبالتالي نحن أمام ظروف ليست بالطبيعية بسبب الصراع الذي نراه والحرب التي تشنها طبعا إسرائيل باتجاه قطاع غزة. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تأخذ هذه التحركات الكبيرة الآن، وذلك لأنهم يرون بأن إيران مستمرة في التصعيد. فتفاصيل نشرت على الأوسن ديفندر وكذلك أفا توداي أكدت بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني قد وصل اليوم إلى الداخل السوري، وبعدها مباشرة بعد وصوله بأربع أو خمس ساعات جاءت الطائرات الإسرائيلية وباعتراف مباشر من وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا لتتحدث بأن الطائرات الإسرائيلية وإسرائيل وجهت ضربة باتجاه مطاري دمشق وحلب، وأوضحت طبعا التفاصيل الرسمية بأن إسرائيل أخرجت مطاري دمشق وحلب عن الخدمة تماما. وتلاحظ من التسجيلات الخاصة بمطار دمشق هنا، ستلاحظ هنا الرنوي أو طبعا الرنوي الخاص بهذا المطار، طبعا هو هنالك مدرجين للمطار كما نلاحظ بأنها قد أغلقت closed طبعا كما نلاحظ بسبب الاستهداف، وهنا أليبو طبعا حلب ومطار حلب تلاحظ بأن المدرج الخاص بها قد أيضا ضرب وأغلق بهذا الشكل. وبالتالي نحن أمام مطارين قد خرجت تماما عن الخدمة، وبأن الضربات الإسرائيلية بطبيعة الحال كما نحن معتادين دائما جاءت الطائرات من فوق الجولان وكذلك تحركت باتجاه البحر المتوسط لتوجه طبعا من فوق الجولان الضربات باتجاه مطار دمشق ومطار حلب وأخرجته تماما على الخدمة بعد وصول إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني، مع تفاصيل مثيرة من نفس هذه المصادر تتحدث بأن الفصائل المسلحة لديها استنفار كبير يأتي باتجاه الجولان من أجل استهداف العمق الإسرائيلي. بالتالي إسرائيل وجهت هذه الضربات، لم تبقي مطار دمشق الآن أغلق تماما وكذلك مطار حلب، ولم يبقى إلا مطارا واحدا وهو مطار اللاذقية الذي طبعا هو يخضع لسيطرة ورقابة كبيرة للغاية من الجانب الإسرائيلي. وبالتالي تلاحظ كيف أن الأمور مشتعلة. لا بل أن بعض التفاصيل تحدثت بأن كانت هنالك بعض طائرات الشحن الإيرانية كانت متجهة
إلى مطار دمشق، ولكنهم اتخذوا قرارا بضرب مطار دمشق ومطار حلب لكي طبعا تقوم بالعودة مباشرة إلى إيران بهذا الشكل. ظروف تصعيدية كبيرة، ورغم أن الأمور تبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل في موقف قوة، في موقف هجوم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت إسرائيل من عواقب ما يمكن أن يأتي تحديدا من حزب الله اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية في قلق كبير من حزب الله اللبناني ومن فتح جبهة مباشرة باتجاه إسرائيل. هذا الأمر كان قد نشر بشكل واضح على نيويورك تايمز مؤخرا، حيث أن إدارة بايدن أبلغت إدارة نتنياهو بأن عليكم الحذر من حزب الله اللبناني وفتح جبهة كبيرة، لأنهم من الممكن أن يوقعوا خسائرا كبيرة في العمق الإسرائيلي، وخاصة أن إسرائيل يعني تركز على مسألة غزة، وبأن حزب الله اللبناني الآن تغير، لم يعد كالسنوات السابقة. ولكن بشكل عام الولايات المتحدة في نفس الوقت داعمة وبقوة للجانب الإسرائيلي لكي يبدأ بعمليته البرية مباشرة على قطاع غزة. وكانت هنالك أيضا تصريحات واضحة جدا من الجانب الإسرائيلي من وزير الدفاع الإسرائيلي أو رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي طبعا يوآف غالانت، كان قد تحدث مؤخرا عن ثلاث خطوات أو ثلاث مراحل ستقوم بتنفيذها القوات الإسرائيلية من أجل اقتحام قطاع غزة. وأيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي قال سننطلق في مهمة عملياتية ومهنية لاستهداف عناصر حماس والبنية التحتية، وهو يقف أمام جيش الدفاع الإسرائيلي كما يطلقون عليه طبعا بهذه الطريقة. وأيضا في نفس الوقت الدعم ليس أمريكيا وإنما من أغلب الدول الأوروبية وعلى رأسهم بريطانيا. فريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني كتب يوم أمس على تلغراف البريطانية، قال بأنه يجب أن يتم القضاء على حماس كما تلاحظون من العنوان. وبالتالي بريطانيا أيضا داعمة بقوة كبيرة، وفي ظل هذه المستجدات الآن الواضح بأن الجانب الإسرائيلي سيكون أمام جبهات متعددة، ولكن أهم جبهتين يتم التركيز عليها هو ما يأتي باتجاه لبنان وباتجاه طبعا قطاع غزة. وكما حدث على ما يبدو في عام 1967 الإسرائيليون في حينها ثبتوا الجبهة التي تأتي مع سوريا، أي إنهم حافظوا على الجبهة فقط، حافظوا على مواقعهم، يتعرضون للضرب ويضربون الطرف الآخر، ليس هنالك المزيد من العمليات أو غير هذا الأمر. وفي نفس الوقت تركزوا عملياتهم في 67 والجهد العسكري الخاص بهم لكي يتقدموا باتجاه طبعا سيناء بهذا الشكل. وطبعا عملية التقدم في حينها تمكنت طبعا القوات الإسرائيلية من التقدم، وبعد ذلك وبعد إنهاء ذلك بدأوا يركزون في جهدهم العسكري لكي يضغطون على الداخل السوري. ويبدو بأن هذا هو الأمر، نفس الأمر في ظل الطلب الأمريكي، في ظل وضعهم، حيث أن الجانب الإسرائيلي قام بعملية تحشيد لأغلب قواته الاحتياطية هي موجودة على الحدود طبعا مع الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى ذلك بأن القوات المدرعة وهي معززة بالقوات المدرعة، القوات المدرعة الموجودة هناك تحديدا هي من الجيل الثالث، أي إنها ليست من أفضل القوات المدرعة الخاصة بهم باتجاه حزب الله اللبناني. باختصار هم يريدون تثبيت الجبهة كما فعلوا في 67 طبعا، يثبتون الجبهة مع حزب الله اللبناني، حزب الله يضرب هم يضربون، ولكن الجبهة ثابتة غير متحركة. وبالنسبة للقوات وأهم القوات الخاصة وأكثرها تطورا من الفرق المدرعة الخاصة بهم القادرة على المناورة، على الصدم، على الاختراق وغيرها، هي موجودة في شمال قطاع غزة وفي شرق قطاع غزة. والجهد العسكري طبعا هنا يأتي للسيطرة على قطاع غزة وتثبيت الجبهة مع حزب الله اللبناني، هذا ما هو واقع وواقعي على الأرض طبعا. أما بالنسبة للخطوات الثلاثة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي أمام الكنيست تحدث عن الخطوات التي تفكر في تحقيقها إسرائيل، ولكن فيها نوع طبعا من المشكلة. الفكرة الأساسية والخطوة الأولى كما تحدث بأنه يجب ستقوم إسرائيل وهي تقوم بهذا الأمر بضرب البنى التحتية لحركة حماس بالكامل، أن يكون هنالك تدميرا كاملا، وكذلك استهداف القيادات الخاصة بحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي من خلال هذه الضربات، وبعد ذلك يحولونهم إلى جيوب مقاومة، وبعد ذلك تأتي القوات الإسرائيلية لتحقق عملية التقدم كما تريد وتسيطر على قطاع غزة بأكمله. وطبعا
هنا يتحقق الهدف. وتحدثوا أيضا بأنهم يبحثون عن نظام حكم جديد، عن نظام أمني جديد تبحث عنه إسرائيل بعد ذلك بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، ولم يوضحوا ما طبيعة هذا النظام الأمني الذي يبحثون عنه. لكن هنالك مشكلة في هذه المسألة كما نتحدث الآن، رغم أن هذه الخطة تبدو بسيطة وواضحة، أن يدمروا المنطقة بدلا من أن يدخلوا في حرب شوارع يخسرون فيها الكثير على مستوى الأنفاق، على مستوى الإمكانيات التي تمتلكها حركة حماس والفصائل الفلسطينية التي ممكن أن تلحق الكثير من الأذى الآن بالجانب الإسرائيلي إذا ما قرر الآن بعملية الاقتحام البري بدلا من الخطة التي يخططون لها. الآن الواضح جدا بأن خان يونس حتى هذه اللحظة وكذلك رفح، هذه المناطق هي حتى هذه اللحظة هي عبارة عن مناطق آمنة للمدنيين، هي ليست آمنة طبعا، إسرائيل لا زالت تقصف هذه المنطقة ولكنها فيها المدنيين ويتكدس فيها المدنيون طبعا بسبب عمليات النزوح باتجاه هذه المناطق، وكذلك لا زالت قضية الأسرى موجودة، والفصائل الفلسطينية في نهاية المطاف تمكنت إسرائيل من التقدم إلى الوسط وإلى الشمال، هي ستتمركز أيضا في هذه المنطقة. ويجب أن ننتبه أن جمهورية مصر العربية لم توافق على عملية استقبال أي من المدنيين أو حماس أو غيرها، ولكن هي وافقت على الإمداد طبعا بالمساعدات. بالتالي هذه المنطقة تبدو منفصلة عن المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطية، وقد يكون النظام الأمني الذي يتحدثون عنه هو جلب، قد يكون هذا الأمر طبعا أن يجلبون السلطة الفلسطينية حركة فتح لتكون متواجدة في هذه المنطقة، وهذا قد يعني تغير في النظام فيما بعد، ولكنه سيخلق مشاكلا خطيرة للغاية فيما بعد على مستوى أنك أمام حركة فتح وحركة حماس، ليس واضحا كيف هذا الأمر سينتهي، ولكن هذه المعادلات التي تبحث عنها إسرائيل، ولا زالت الكثير من الأمور معقدة في هذه القضية، وطبعا ضحايا مدنيين بشكل خطير يسقطون يوميا من قتلى وجرحى، ولا زال هنالك العديد منهم من هو مفقود بسبب كل هذه الحرب التي نراها، وبالتالي هنالك أزمة إنسانية خطيرة للغاية بسبب كل ما يجري.